قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية في شرق القاهرة شملت المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر. عندنا بعض المرافق خط زيت كابل ضغط عالي 220 كيلو فولت، خط زيت بنحاول نفاديه، عندنا خط مواسير صرف صحي 600 متر طولي، الحمد لله فندم بنفادي المرافق دي بدون اي اضرار، والله فندم باذن الله ضغطين جدا. قبل المدارس، قبل المدارس طبعا ان شاء الله، قبل المدارس ان شاء الله، قبل المدارس ان شاء الله. ده وده تمام، ده وكل ده ان شاء الله، تمام ان شاء الله. يعني كده يعني عشان وكمان اذا كنا هناخد الكوبري وقلنا الشوارع اللي جنب منه كمان كده تمام.